معانا مهلبيه اللي هي الكريمه معموله بالنشا والحليب والسكر والفانيليا ومغطيها بورق رابل او بلاستيك علشان ما تنشفش، ومعانا بسكويت ومعانا شويه حب. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. الاساسي هنا في الموضوع المهلبيه اللي هي الصوص اللي انا عامله ده، معانا شويه لوز، يا مزاجه اللوز. البسكويت هنا اختياري، هخليها كده عشان مخرجنا والصور. حلو قوي، نشيل البصله من هنا ونغير الجلافز ده علشان طبيعي بنشتغل في حلو، لا محتاجين بلانشه ولا محتاجين سكينه. نشيل كل ده. قطعي بطيخ، بتقطعي شمام، بتقطعي فراوله، بتقشري برتقان. سكينه، خلي عندك سكينه كده علميها بالايد بتاعتها للفواكه، ده مهم جدا على فكره علشان الفواكه ما تكرفش، يعني ما تاخدش الطعم بتاع البصل ولا الثوم. ممكن ايدك نفسها مكانها بصل او ثوم وانت بتقشري الثوم والبصل، فخلي بالك من الحاجات الصغيره دي مهمه جدا على فكره. هنجيب الكاسات، ممكن نقدمه في كاسات، ممكن نقدمها في بايركس ازاز عادي، طبق كده طبق العيله كبيره ونقطع منه، ده اختياري يعني. والمكرونه على النار، شفت انا منظم وقت ازاي؟ اول ما طلعنا بالحلقه في ماتيريال والترابيزه والكاونتر بتاعي زحمه وفي حاجات كتيره ولازم بعلمك ازاي تنظمي وقتك في الساعه اللي انت واقفه فيها في المطبخ، او الساعتين او الثلاث ساعات، ربنا يديك الصحه وطيله العمر. تبداي بايه وتنهي بايه، وايه اللي تحطيه على النار وتشتغلي جنبه ايه، وده مطلوب منك تنظيم التايم بتاعك او الوقت بتاعك وانت واقفه في المطبخ. حلوه قوي. اخبار المكرونه ايه؟ نبص عليها واحنا واقفين من بعيد كده. بسبتيولا كده ونهزر معاها من وقت للتاني. بص 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 على التقليب، هو ده. شفت الحلاوه دي؟ كهي دي اهي المكرونه اهي. اوعى تلزق منك، نار هاديه اهي. الله. والمكرونه لما بتكمل سواها يا اخوانا مع البهريز والصوص ده بيتعرفوا على بعض. ما ينفعش اصل المكرونه تسويه كامله وابدا احط عليها البولونيز او اي صلصه انت حباها. المكرونه في سكه والصلصه اللي انت عاملاها في سكه. انما لما المكرونه تستوي مع البهريز والصوص ده يا اخوانا بتاخد نفس الطعم. حلو قوي، ومهدي النار وزي الفل. طيب الحلو بتاعنا بسكويت ولوز وفراوله. هنجيب بوله صغيره كده زي دي، حلوه كده، وناخد المهلبيه ومخرجنا من اول ما بنعمل بروفه اللي علمنا عليها الاستاذ عوض، ربنا يديله الصحه وطوله العمر استاذنا. والله ما كنتش بعمل بروفه خالص، كنت بطلع على طول. خبره. ولكن قال لي يا شيف مغاز، قلت له نعم يا باشا. قال لي البروفه دي بتحضرك وبتجهزك انك تطلع باحسن مستوى. لو انت في ليفل 7 بقيت بليفل 10 وهكذا. حلو. المهلبيه لما انا بغطيها والبلاستيكيه الصغيره دي كده اللي عامله لنا مشكله علشان ما تعملش طبقه. وده المطلوب انك تحطيها في التلاجة بالشكل ده كده اهو. بصي دي مهمة جدا على فكرة، دي لو مش موجودة المهلبية بتاعتك هتبوظ، هتعمل طبقة تلاقيها القشطة وطبقة هتعكسك وهتضايقك وانت بتضربيها وبتعمليها في مع البسكويت. بشيلها على جنب، ده الطبيعي اهو، مخسرناش حاجة. ومخرجنا بصراحة تفهم الموقف وقال لي خلاص طالما انت عايزها يا شيف خليها وانزل بها كده اهو. شفت الحلاوة دي كده؟ هو ده. دي بقى لو موجودة ولا هنلاقي الحلاوة دي. نخفقها كويس بالمضرب حتى تكون قوام لطيف. عملتها بايدك. انا بعشق طعم الفانيليا، الفانيليا دي طعمها لطيف جدا وبحب ريحه الفانيليا. وبنفضي كيس الفانيليا كده في قلب الحليب وبيغلي، ونعمل السحلب مع العيش الفينو، حكايه. ده العشاء الشتوي واحنا قاعدين فاتحين القناه الاولى كده بصراحه. شفت الحلاوه دي كده؟ شفت القوام ده؟ هو ده هو ده. ممكن تحط بقى هنا شويه لوز، تحط شويه فول سوداني، تحط شويه جوز الهند، تحط فراوله، تحط بلوبري، تحط كريز احمر، زي ما انت عايزه. دي جاهزه عندك، لونيها وشكليها وطعميها زي ما انت عايزه. خلي دي كده على جنب، وعشان وقتنا سرقنا ونبدا نشتغل ونلعب شويه كده ونهزر مع الكاسات دي. خلص الوقت واحنا شغالين، اهلا وسهلا. نعمل واحد واثنين، اهلا وسهلا في عمل الكاسات.
هنعمل اول حاجه نحط المهلبيه في قلب الكاسه. اللهم صل على النبي. معانا فراوليه، نحطها هنا كده، فراوليه فراوليه. والفراوله ما اقولكمش احنا مرزقين والله العظيم، حكايه طعمها لطيف وحلو اهي. حلو كده طفولي، والبسكويت لما بيدوب مع المهلبيه دي خلاها خفيفه، بيبقى طعم البسكويت حلو قوي على فكره. والحلو ده من مثل انه يقعد في التلاجه يوم واثنين وثلاثه وتعمليه كاسات تحطها في التلاجه. ابنك صاحب الليل بيذاكر، ربنا يخليه لك، بنوتك الحلوه، جوزك طلع فتح التلاجه هيفتح يلاقي حاجه حلوه، مش هيلاقي حته جاتوه مركونه في التلاجه بقى لها شهر. تعالوا نبدا نحط الفراوله دي كده وانا شغال. شفت الحلاوه دي كده اهو، مخرجنا الجميل الله يسعدك يا رب، انت حبيبي وانا بحبك. انا هشتغل على كاسه لان الوقت ايه سرقنا اهو، وهعمل الكاسات كلها باذن الله. بس اهو وانا شغال كده اهو، بص الحلاوه دي كده اهو اهو، شفت الحلاوه دي كده، دي مكانها حلو كده يا عم ملاح، ايه رايك؟ اهو اهو، تعالوا نحط كده اهو، واشتغل كده واحط مهلبيه. طبعا وقتنا سرقنا لان انا بحب اشرح بالتفاصيل واشتغل مع حضراتكم بكل امانه وصدق اهو. مطبخنا النهارده البساطه والسهوله والمرونه، قدرنا نعمل افكار بسيطه وسهله باقل تكلفه، نخترق المطابخ الغربيه والشرقيه بطعم مصري وبخفه دم مصريه، اذا كان من حته اللحمه المشويه او الستيك المشوي بالمشروم، مكرونه بن عملناها بمدرسه المغازي. الحلو اللي انا شغال فيه ده الطفوله الحلوه، ده لا موجود لا في محل حلويات ولا موجود عند اي حد غير من ايدك الحلوه يا امي. رؤيا فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.